المرأة مصالحتيها؟ دعست على شافة إزاز ودخلت بإجريها. الحق عليك، شرط تمشي حافية مش برجليك. ومين قال لك إني ماشي حافية؟ لكني لابسك اندرتي هاي. هلا حلا تهتري؟ شو بدها تاخذ عمرها وعمر غيرها؟ صار لها عندي سنتين. مضبوط، معك حق، بهالايام ما ضل شيء اصلي. كنا نشتري الجزمه تقعد 5 سنين، بسيطه بسيطه. انا اصلح لك اياها. لك هلا صلح لي اجري بالاول. يلا حطي ايدك على كتفي، قومي. شوي 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 شوي. يلا قومي على مهلك، قرتك علي. تعالي اصلي. شوي 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 شوي. سلامتي. يلا. شوي شوي. شوي شوي. انتوا توقعوني ها؟ لا لا تخافي. سلامتك. سلامتك. على مهلك على مهلك على مهلك. داشي داشي الفرشة داشي. السلام ارتقي، روح لها. شوي 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 شوي. اوش يا لطيف. يا لطيف. شو هاد؟ صالح هات العصاية. لا عصاية؟ ليش العصاية؟ هات شو العصاية ابو صالح؟ العصاية شو بتعمل؟ هات العصاية. شو بدك تعمل؟ هذا مشان يطلع الدم الفاسد، مشان ما تورم رجلك. انا بس شو اللي جاب لقدام بيتنا؟ انا بدي اعرف جاب لقدام. وعلى دلعونا وعلى دلعونا البيض بجراح والسمر يداونا. السلام عليكم خليل افندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ شو بقى مصالح؟ كندرتها بدها نص نعل. بسيطة، انا سمعت غير هيك، سمعت انه داخل ازازة برجلها. مزبوط، السبب الكندرة. طيب ما تشتري لك كندرة جديدة مو احسن؟ هو احسن، ما بدك يصير معنا مصاري. ابو صالح هلا رح تقنعني انه ما معك حق كندرة لمرتك؟ هو معي بس بدي اشتري حمار يا خليل. اذا انت حمار بدك تشتري معك حق. شو المطلوب مني؟ تعيرني السندان والعده مشان اصلح كندرة مرتي. تكرم عيونك غالي والطلب رخيص. على عيني. يا الله خرجك، مين قال لك تاخذ نفس وشغله ما شغلتها؟ تفضل. عمالك وجايب نص نعل؟ اذا عندك كندرة اعطيها منشيل النص نعل تبعه. وشو رايك اشتري لك كندرة جديدة كمان؟ حلو والله، بيكون احسن. اي ستي، منيح اللي اجت الازازة برجلك مو بعينك. تخيلي انتي ماشية وعورة. يا لطيف، كش برا وبعيد. يلا ستي، الحمد لله على سلامتك مرة تانية. ليش انتي تمشي حافية؟ ما كنت ماشية حافية، كنت لابسة برجلي، بس سفل الكندرة بسلامتك اهترى. وراسك سالم. خلي جوزك ابو صالح يشتري لك غيره. قال ما معه. لك اسمعوا على السمعة، معقول ابو صالح ما معه حق كندرة يشتري لك يا معقول؟ ما عم يشتغل لحتى يكون معه. ليش قلت ما اشتغل السنة؟ ما ترك شغلة من شره اللي اشتغلها، سبع الكارات وكلكم واستلامه محاسب بشركة البترولكم. لك ليكون عم يخبي عنك أسرار وما عم يطلعك عليها. قلتك في براسه موال؟ أكيد. شو بده يكون؟ جوزك من زمان عم تعن على باله هالشغلة، وأكيد عم يجمع مصاري مشان يعملها من ورا ظهرك. معقول؟ جوزك أبو صالح حكاله لأخي حسان عن مشاريعه مشان مستقبله. أخي حسان حكالي. وعن شو حكاله؟ حكاله إنه من ورا ظهرك عم يجمع مصاري. ومن شان شو عم يجمع مصاري؟ مو من شان شي، من شان يشتري حمار. اسم الله اسم الله اسم الله. شو عم تقدح أرجيلي؟ أكيد مرتك مو هون. ليش مو هي اللي بعتك مشان السلة؟ لا أنا مرر بالصدفة. ليش مرتك وينها؟ مرتي عن مرتك رح تشق عليها. خير شو صار معها أم صالح؟ مش الحال، صلحنا لها الكندرة. ليش هي عم تشكي من الكندرة؟ معلوم. شلون بدها تفرجين إنه كندرة تهترت؟ قامت دعست على إزازي وبخشتها. حير النسوان حافظها أنا بصم. هات. مثل ما فهمتك أم صالح، أنت بس هنا فتشي بتجوبه، بركي بيطلع لك شي. بكير منايف قاعدين. لك لا بكير ولا شي، انا عملت واجبي خاطرك. طمنت عليكي. الله معك، مع السلامة. الله يسلمك. اهلين ابو صالح، اهلين.
الحمد لله طمنا على سلامة إجرة لمرتك. الله يسلم عمرك. خاطرك. مع السلامة. سلم لك على أبو نايم. لا لا ما في داعي، هلا شفته وسلمت عليه. أخ منيح، حملت كتف عني. مع السلامة. شرفي، هي ركبت لك أحلى نص نعل بالعالم. يعني ما معك تشتري لي كندرة جديدة؟ يعني معقول يكون معي وأبخل عليكي؟ عمول لحالي ليكون مخبي كم ليرة هون ولا هون. منين يا حسرة؟ هي أمي أمي جربي لي إياها وانسي لي هالموضوع. أبو نايف؟ أبو نايف؟ نعم نعم. تعا. مين شربان أرجيلة؟ مو أنا. مين لك؟ أبو صالح. ليش حامل صباطك بإيدك؟ وين رايك؟ نايف بدي أطلب منك شغلة. قول شو بدك؟ شو رايك؟ نشتري صباط بدال هذا الصباط، هذا صار عتيق وبخاف شي يوم أنا وماشي تدخل برجلي إزازة وتبخشها مثل أم صالح. لا تخاف، قرص العجين ما بينكسر. ما فهمت؟ أنت إجريك خشنين، حتى لو مشيت حافي ما بيأثر عليك، لو دخل إزاز ما بيفوتوا بإجريك خشنين، مو مثل إجرين أم صالح ناعمين. بس هذا صار قديم شوي. اللي ماله قديم ماله جديد، ولا حابب تمشي على الموضة؟ لا مو هيك قصدي، بس نحن يعني ما عندنا اولاد، لمين عم نخبي هالمصاري؟ لانه ما عندنا اولاد لازم نخبي المصاري، اللي عنده اولاد بيديروا بالهم عليه باخرته، ما نحن يا حسره مين بده يدير باله علينا غير مصرياتنا؟ حكاله انه من ورا ظهرك عم يجمع مصاري. والله كلامك مزبوط يا ام نايف. هو واصحابه كرهتهم، ليه بتفضل البسهم؟ شو عم تعمل؟ لا 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 انا لا بمشي، عم نفض الغبره. اي نفض الغبره؟ تعال اقول لك وين راح؟ شري صباط جديد، شري صباط جديد، ما بعرف.